إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين أن ضعف لهم الأجور وكثر لهم الحسنات، فتفضل عليهم ومن عليهم بأن جعل الحسنة الواحدة بعشر حسنات، وجعل السيئة سيئة واحدة، وضاعف من الحسنات بقدر عظيم. وقد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن جاء بالحسنة أو فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بالحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بالسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة. وزاد الإمام مسلم: أو محاها، يعني كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فهذا الحديث فيه أن العبد إذا هم بالحسنة مجرد هم، فإنه بمجرد ذلك الهم ولو لم يعمل بتلك الحسنة بحيث منعه مانع لم يتيسر له أن يعمل، ما عمل، كتبت له الحسنة كاملة غير منقوصة. وهذا الحديث فيه من الفضائل والمعاني الجليلة نقف على بعضها. من هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده. وفي هذا من جليل العناية، فقوله كتبها عنده فيه بيان لعناية ربنا سبحانه وتعالى بهذه الحسنة، وإذا كانت عنده فهي أشرف وهي بقية. والله تعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ويقول: وما عند الله خير وأبقى. كتبها الله عنده حسنة كاملة، لم يعمل، ولم يقل كتبها حسنة واحدة كما قال في السيئة، وإنما قال كتبها عنده حسنة كاملة، ليدل على جليل فضله وكمال منته على خلقه. فالعبد بمجرد أن يهم
أن يحصل له قصد ويحدث نفسه بأن يفعل الشيء وينويه من غير أن يكون قد وقع منه العزم المصمم، تكتب له الحسنة كاملة مع أنه ما عملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. ومن هم بالحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، فأدنى ما يكتب للعبد بمجرد أن يهم بالعمل الصالح، أدنى ما يكتب له حسنة كاملة. فإذا عمل ذلك العمل فإنه تكتب له كأنه عملها 10 مرات، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا يختلف باختلاف الأعمال القلبية وباختلاف المكان والزمان وباختلاف الحاجة إلى ذلك الفعل. فالعمل القلبي قد يكون سبباً في مضاعفة ذلك الأجر إلى أن يتعاظم. وليس بعيداً عنكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه أنه يؤتى برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يؤتى برجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، فتوضع أعماله في الميزان فينشر الله عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر سيئات، وهذه 99 سجلا. فيقول الله تعالى: عبدي أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: احضر وزنك، احضر وزنك. ويخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، وماذا تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقال: إنك اليوم لا تظلم. فوضعت السجلات في كفة، ووضعت البطاقة في كفة، فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. قال العلماء: ذلك لما قام بقلب هذا العبد من نور تلك الكلمة بتدبرها وتحقيقها في قلبه في أمر التوحيد والاتباع. إذن فإنه يسجل له، يكتب له، كتبها الله له أو كتبها الله عنده 10 حسنات إذا عملها إلى 700 ضعف. وانتبه إلى فضل الله عليك يا عبد الله، فأحدنا لو عمل ليل نهار وصل ليله بنهاره من غير نوم إلى أن يموت، فإنه لا يؤدي حق الله عليه. فلو كتب له بكل عمل صالح حسنة واحدة كان ذلك من فضل الله عليه لا من العدل، كان ذلك تفضلا، كما جاء في الحديث الصحيح: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لو بنعمة البصر كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ما هذه الأضعاف؟ لا نعلم. وهذا العمل لا شك أنه يختلف. فمثلا
فيما إذا كان في حال عبادة جليلة كالجهاد في سبيل الله فإن الحسنة الواحدة تضاعف أضعافا كثيرة. أما سمعتم قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. وجاء بناقة مخطومة، ناقة معها زمامها خطامها، هذه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ له: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. يأتي يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. هذه في سبيل الله. العمل يضاعف بحسب ما هو فيه، فإذا كان في عمل جليل فلا شك أن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله، وتعلمون في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، أنفق في سبيل الله، صام في سبيل الله، ناقة في سبيل الله تضاعف. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوم، نسأل الله أن لا يحرمنا الجهاد في سبيله، يوم يصومه في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي رواية الترمذي: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يوم في سبيل الله، فباختلاف الأحوال تختلف الأعمال. فمن أدى حسنة وهو في سبيل الله، من أدى حسنة من الحسنات وهو صائم اختلفت القضية. من أدى عملا صالحا في موضع معين، كما لو أنه عمل حسنات في المشاعر المقدسة في بيت الله الحرام، فإن ذلك يؤدي إلى المضاعفة. يصلي صلاة واحدة 100,000 صلاة في بيت الله العتيق، يصلي صلاة واحدة في مسجد رسول الله 1,000 صلاة، يصلي صلاة واحدة في بيت المقدس 250 صلاة، 250 صلاة على الصحيح. تضاعف الأعمال بحسب قدسية المكان، تضاعف الحسنات، تضاعف بحسب الزمان. فربما يكون الزمان كما لو كان في رمضان أو في ليلة القدر أو في غيرها من الأزمان، في العشر من ذي الحجة وفي غيرها، في الثلث الأخير من الليل من الأدعية والأعمال، أعمال لها صفات معينة، صدقة في السر غير الصدقة في الجهر وهكذا، فتبدأ بالمضاعفة، تضاعف إلى 700 ضعف. عمل يحتاج إلى مصابرة ومكابدة، يختلف عن العمل الذي يعمله الإنسان عن سعة. ولذلك كل هذه المضاعفة تصل إلى حد لا تعلم كم تضاعف، لا نعلم. الصيام، الله عز وجل يضاعف الحسنات، فإذا وصل إلى الصيام الأمر: الصوم لي وأنا أجزي به. الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة عباد الله، أما في جانب الترك السيئة وفعلها، فالذي يعمل السيئة تكتب عليه سيئة واحدة، ونلحظ الفرق أنه قال في السيئة ما قال سيئة كاملة كما قال في الحسنة، وإنما قال كتبت عليه أو كتبها الله عليه سيئة واحدة. وهذا أيضا من فضل الله على عباده أنه لا يزيد عليهم في السيئات ولا يضاعف، وإنما تضاعف السيئات لتضاعف العمل وأسبابها. قد يؤدي الأمر من الأمور السيئة إلى فساد عريض، إلى أن يتبع في الفساد، إلى غير ذلك، فهذا سببه أنه كان إماما في الشر عياذا بالله تعالى. لكن السيئة المعينة لا تضاعف أبدا. أما إذا لم يعمل السيئة فلها ثلاثة أحوال، انتبه يا عبد الله، حتى إذا كان أحدنا يريد أن يقع في سيئة ويريد من غير عمل أن يحصل على حسنة كاملة، لا بد من أن يفهم ما نتكلم به الآن. لها ثلاثة أحوال، ترك السيئة له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أنه يؤجر، الحال الثانية أنه يأثم ويعاقب، الحال الثالثة أنه لا إثم عليه ولا أجر له. إذن فهذه ثلاثة أحوال. أما على الحال التي لا أجر له ولا إثم عليه، فهو أنه ترك فعل السيئة من غير أن يقع منه الهم، هذا موضوع مختلف، لم تخطر بباله ولم يقع له شيء من ذلك، ولم يتيسن له أو يتيسر له أن يفعلها ولا أن يتركها، وبالتالي فما فعل، ما عليه شيء ولا له شيء. وأما إذا تركها مع أنه كان يريد أن يفعلها ولكن منعه مانع من فعلها، فهذه ينظر فيها. فإذا كان عازماً عزماً مصمماً على فعلها فإنها تكتب عليه سيئة. وسأنبئكم بالأمر بعد الكلام عن ما إذا كتبت حسنة إن شاء الله. أما متى تكتب حسنة، وتكتب حسنة كاملة، فهي إذا تركها لوجه الله، إذا تركها لوجه الله. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: إنما تركها من جرائي. فتكتب له حسنة كاملة. لماذا؟ إنما تركها، يعني من أجلي وفي سبيلي، إنما تركها من جرائي. فإذا تركها لوجه الله فهذا ما فعل السيئة، وإنما هم بها وعمل عملا قلبيا، وهو ماذا؟ الإخلاص. ترك إخلاصا لله، فهذا عمل عظيم كتب له به حسنة كاملة. فما بال السيئة تترك ويكتب على صاحبها؟ هذا الموضع لابد من فهم أنه يفرق بين مجرد الهم الذي فيه توجه القصد وحديث النفس أن يفعل الشيء يكون له همة في فعله، وبين أن يعزم عزما مصمما متى وقع له القدرة عليه فعله. قال صلى الله عليه وسلم، وبهذا نكون قد بينا الفرق بين حديثين يشكلان على الناس: كيف يكتب ولم يفعل، وكيف لا يكتب ولم يفعل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد أو عبد على نسختين، آتاه الله علما ومالا فهو
يتقي الله في ماله، يعرف فيه حقه، ويصل فيه رحمه، فهو في أعلى المنازل. أعطي مالا وأعطي علما، ورجل لم يؤته الله علما وقد آتاه مالا، أو عبد، فهو يقول لو أن لي مال لعملت فيه، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. هنا ما عنده حسنة واحدة، هما في الأجر سواء. لماذا؟ عزم عزما مصمما ولم يتمكن من الفعل. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، انظر إلى فضل العلم، هذا ما آتاه علما، فلا يتقي الله في ماله، ولا يعرف فيه حقه، ولا يصل به رحمه، فهو في أخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. عباد الله، فلا بد من مراعاة أعمال القلوب، لا بد من العلم أن هذه الأعمال الصالحة التي تعملونها تحتاج إلى توجه حقيقي من القلب إلى الرب، وتحتاج أيضا أن ينظر الإنسان في مقاصد هذه الأعمال. يحتاج الخاشع في الصلاة وهو راكع أن يتصور الركوع والمقصود منه من ذل للرب وخضوع وخشوع. يحتاج حين يسجد بين يدي الله يضع الجبهة وهي أشرف مواضعه على الأرض، ويتصور في تلك اللحظة أنه الساجد بين يدي الله ذلا واستكانة واستقامة على أمره وطاعة له، تعبدا له سبحانه وتعالى، مع فراغ القلب وخلوه من أن يكون لغير الله انشغال في هذا القلب. فكم من حسنة يعملها اثنان من الناس، أحدهما يدخل بها النار والآخر يرتفع بها في عالي الجنان، أليس تسعر النار في أربع، في ثلاثة؟ من هم الثلاثة؟ القارئ والمجاهد والجواد. لكن ما المشكلة، القارئ أو العالم؟ يقول تعلمته فيك وعلمته فيك، كذبت ولكنك كنت تعلم وتعلم لأنك كنت من أجل يقال عالم أو يقال قارئ، الحديث فيه روايات، فيقال كذبت وتقول الملائكة كذبت ولكنك تعلمت ليقال كذا، فيسحب إلى النار، تسعر به النار، أول من تسعر بهم النار. هؤلاء الذين هم لو كانوا صادقين لكانوا من أعلى الناس منزلا. المشكلة أنهم ما راعوا أعمال القلب، بل خدعوا أنفسهم في الدنيا وخدعوا الناس، فظن الناس أنهم صالحون، هذا يجاهد في سبيل الله وهذا ينفق المال في سبيل الله، فهذا وهذا، كل منهم الأصل أنه في غاية الخير وفي غاية الصلاح وفي أعلى المنازل، ولكن تسعر به النار. لماذا؟ كذبت ليقال عنك شهيد، ليقال عنك قارئ، ليقال عنك جواد، وقد قيل أخذت الأجر في الدنيا، اسحبوه إلى النار، فهو في أخبث المنازل. النية، انتبه، ربما في تأكل الطعام تقصد به التقوي على طاعة الله تؤجر، وتدع الحرام وتفعل الحلال تؤجر، وأنت تستمتع بالحلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في أهله، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ما أعظم هذا الفضل، رب عظيم لا إله إلا هو ولا رب سواه، فضل
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أليس لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. اللهم أتم علينا فضلك وأكمل علينا منتك، واجعلنا لك من العابدين الصادقين المخلصين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.